أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الصحافة اليوم. أخبار وفعاليات وأحداث وقضايا عديدة تنتظركم في حلقة اليوم، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. كالعادة أعزائي المشاهدين نفتتح مشوارنا مع أبرز عناوين صحفتنا المحلية، والبداية مع صحيفة الخليج التي كتبت: الأهلي يهزم الهلال بهاتريك قانوني. الاتحاد الفيفا ينقل مباراة فلسطين والسعودية إلى ماليزيا. البيان: البيت متوحد خلف الفرسان. الإمارات اليوم مهدي يختبر وجوها جديدة في تجربة تركمانستان. أما الرؤية فكتبت: دبا يحسم ديربي ساحل الشرقي والجزيرة والوحدة حبايب. ومن العناوين أعزائي المشاهدين ننتقل سريعا إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية، حيث اهتمت جميع الصحف المحلية الصادرة اليوم بقرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس بشأن قضية اللاعب أسامة السعيدي والاحتجاج المقدم من نادي الهلال السعودي اتجاه الأهلي الإماراتي. ومن ثم ننتقل إلى آخر أخبار كأس الخليج العربي الذي شهدت إثارة كبيرة في مبارياتها أمس. نشاهد هذه الأخبار من صحيفتي الخليج والاتحاد، ولنا عودة للتعقيب. رفضت محكمة التحكيم الدولية الرياضية كاس شكوى نادي الهلال السعودي ضد مشاركة المغربي أسامة السعيدي مع النادي الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا، مع تثبيت تأهل النادي الإماراتي إلى النهائي ومواجهة جوانزو الصينية. وعقدت كاس اجتماعا أمس الأربعاء، حضر خلاله محامي نادي الهلال السعودي ونظيره في النادي الأهلي، إضافة إلى ممثل من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. وتم خلالها مناقشة الشكوى السعودية بخصوص أسامة السعيدي وصحة مشاركته مع الأهلي من عدمها. انتهى ديربي العاصمة الذي جمع بين فريقي الجزيرة والوحدة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي للمحترفين، فيما نجح العميد النصراوي في تخطي عقبة فارس الغربية الظفرة بهدفين مقابل هدف ليرتقي النصر للمركز الأول في المجموعة متساويا مع الأهلي برصيد 7 نقاط. أما ديربي الساحل الشرقي بين الفجيرة ودبا الفجيرة ابتسم للنوخذة في نهايته وبهدفين مقابل هدف. وللحديث أكثر حول موضوع السعيدي ينضم معنا الزميل ضياء الدين علي رئيس القسم الرياضي بجريدة الخليج. مرحبا زميلي ضياء. يا اهلا وسهلا بك وبجمهور الشارع الكريم، اهلا وسهلا. يا مرحبا. بداية ضياء، كما كان متوقعا الأهلي وحكم محكمة كأس صب في مصلحة الأهلي، ماذا تقول؟ والله أنا شايف أن الموضوع ده فيه انصاف كبير قوي للأهلي على كل الصعود. الكرة الرياضية بوجه عام من خلال اتحاد الكرة والمنظومة الكروية في الإمارات بوجه عام. احنا شفنا الأول يعني من المرات القليلة اللي بيبان فيها إلى أي مدى ممكن يكون التحرك الوطني أو بيشكل جبهة من خلال اتحاد الكرة والأهلي في التصدي لموقف زي ده. يمكن من بحسابات الملعب الأهلي حقق اللي عليه، فاز ميدانيا في المباراة، لكن أنا شايف الموضوع بوجه آخر من خلال يعني الاتحاد السعودي ومن ثم نادي الهلال. الدرس المستفاد من الحكايه دي الى اي مدى هم بيحاولوا يعني يحققوا انتصاراتهم حتى بالملعب والحسابات غير الملعب، دي ده درس مستفاد. لكن الشيء الاكيد واللي يعني نسعد بيه احنا من جانبنا احنا ان الاهلي مع اتحاد الكوره استطاع ان يهزم الهلال 3 مرات مره واحده، مره في الملعب ومره بالانضباط الاسيوي ومره بطريق الكاس اللي هي المحكمه الدوليه لكره القدم. نعم، مش سيء ابدا ان الواحد يكون ناجح في كل الجبهات ويكون قادر على انتزاع حقه ويعززه ويفوز بيه بالملعب بالقانون وبالاستئناف وبالاتحاد الدولي بشتى الطرق. نعم، الآن وبعد إغلاق هذه القضية جميع الأنظار متوجهة للقاء السبت، المطلوب من كوزمن حاليا وآخر الاستعدادات بالنسبة للأهلي؟ أنا شايف أن يعني يمكن بدون يعني تحفيز من أحد أو إملاءات من أحد، كل حاسس بالهم الوطني
وبالدور اللي بيقوم بيه الاهلي كتير لكره الامارات في هذا المعترك المهم واللي بيحققه لاول مره في تاريخ الاهلي بالذات. يمكن احنا في تاريخ الامارات العين حقق هذا اللقب في 2003 وساعتها كان في برضه ائتلاف وطني كبير جدا خلف العين، لكن انا لا اقدر اقوله ان كان ساعتها في يعني تنبيهات او توجيهات لان كان الحدث بيحدث لاول مره. المره دي اعتقد ان الكل بيشتغل بطواعيه وعن طيب خاطر وعن حب وعن احساس بالوطنيه وعن يعني قناعه بالدور الذي يقوم به كل واحد بمكانه لدعم الاهلي. فانا شايف ان المباراه صعبه جدا مش سهله. الفريق اللي بيلعب مع الاهلي فريق تسبقه شهرته وانجازاته على مستوى بلده بالدوري 5 مرات وبالوصول لنهائي كاس اسيا والفوز بيه 3 مرات، فهو فريق لا يستهان به ولا حد كبير قوي. المهمه يعني كلها صعوبه وكلها يعني مستوى عالي جدا من المنافسه. اتمنى الاهلي يكون على مستوى الحظوظ وهو كذلك بالفعل باذن الله اللي بنطلبه من اللعيبه ومن الجهاز الفني والجمهور ومن كل واحد في موقعه انه يكون جنب الاهلي بما يستطيع. حضور مش كفايه، وانا ليا ملاحظه او عتب قليل على الجمهور انه لما بيحضر بيكون الى حد كبير قوي يكتفي بالحضور. احنا مش عايزين الفرجه او المشاركه السلبيه، عايزين مشاركه فيها كتير قوي من الايجابيه بالتشجيع وبكل الحواس وبالحماس اللي بيبدا من اول ديها لاخر ديها، لان المباراه متغيره الاحداث ممكن في لحظه تتغير ثباتها، فلازم يكون الجمهور ومعايش للحظه لحظه بلحظه للمباراه. باذن الله الجمهور ما راح يخذل الاهلي باذن الله. ننتقل الى كاس الخليج العربي، فوز مستحق للنصر ب10 لاعبين وخساره مريره للفجيره في الديربي. النتائج حتى الان انا شايف يعني الفرق المادون العين والاهلي بتتناوب لعبه الكرات الجنسيه فيما بينها، يمكن الجزيره اكثر الفريق يعني الى حد بعيد عن الصوره المتوقعه ليه كمنافس على مسابقه هذا الموسم. يمكن كان دعوته او اتجاهه للعوده براجا المدرب البرتغالي كان فيها كثير من يعني التمني اكثر من الواقع. يعني احنا ما شفناش من براجا حتى الان بصمه اللي تخلينا نقول الجزيره عاد كما كان عندما حقق البطوله في دوراتها الثالثه على الدوري المحترف. ما زال الحسابات كلها مغلوطه ويمكن الانديه كلها بتدفع ثمن التوقف وعدم الانتظام بالنسبه للدوري لان مستوياتها غير مستقره، لكن الفرق اللي كان عندها ارتباط بدوري ابطال اسيا وهي تحديدا العين والاهلي لم تكن ضعيفه الجانب في فتره الصيف ولذلك استعدت جيدا جدا وكان استئنافها للمسابقه اعلى بكثير من باقي الفرق، وده اللي مخلي الفرقتين دول بالذات ليهم يعني كلاس لوحدهم، يعني هم في فئه لوحدهم وبقيه الفرق في وادي اخر، مش نفس المستوى ومش نفس الحضور ومش نفس اللياقه. نعم. زميلي ضياء الدين علي رئيس القسم الرياضي بجريدة الخليج، شكرا لك على هذه المداخلة. ننتقل أعزائي المشاهدين إلى فقرة الأخبار المحلية القصيرة وأبرز ما جمعناه لكم، والبداية من صحيفة الخليج والتي نقلت تصريح معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والذي أشاد بالدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي في دعم الرياضة الإماراتية والارتقاء بها نحو الريادة في كافة الألعاب. ننتقل إلى صحيفة الرؤية والتي كتبت الأبيض يخوض تجربة تركمانستان الليلة ب17 لاعبا وذلك في البروبا التي تسبق مواجهة تيمور الشرقية وماليزيا يومي 12 و17 من الشهر الجاري لحساب الجولتين 7 و8 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018. ومن ملحق الاتحاد اخترنا لكم خبرا مثيرا حول رغبة اتحاد الكرة بالمطالبة بحقه بإعادة لقائه أمام فلسطين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وذلك بعد تلقي الاتحاد لعدة اقتراحات بهذا الشأن في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد قبل أمس من قبل القانونيين، وذلك بالأخذ بنظرية مبدأ تكافؤ الفرص. إلى ملحق البيان الرياضي والتي كذبت فلسطين تطلب إقامة مباراة السعودية في دبي، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد الفلسطيني أمس بعد قرار الفيفا بنقل مباراة المنتخب الفدائي أمام الأخضر السعودي إلى أرض محايدة.
ومن الإمارات اليوم تناولت موضوع تولي طاقم التحكيم الإماراتي لإدارة مبارية نصف نهائي مونديال الناشئين في خطوة تدل على الإمكانيات الكبيرة التي يمتاز بها حكام دورينا في الوقت التي تطالب به بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب لإدارة المباريات في الدوري. نعود مجددا إلى ملحق الخليج الرياضي، وهذه المرة مع تصريح مروان بن غليطه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، والذي صرح بأن اتحاد الكرة يقع بالمحظور وأن مشاركة أحمد عيسى مع المنتخب الأولمبي باطلة. نغلق ملف الصحافة المحلية مع ملحق البيان الرياضي، والذي اهتم بخبر وصول درع بطولة أبطال آسيا إلى الدولة، فكتبت قائلة: درع الأبطال في دبي. الصحفي السعودي خلف ملفي في إحدى مقالاته التي كتبها في صحيفة الرؤيا تطرق إلى موضوع مهم، وهي أزمة فريق الجزيرة الإماراتي هذا الموسم، والذي لا يقدم المستوى المعهود منه، لا سيما أنه استقطب مدربها السابق أبل براغا بمبلغ خرافي. فكتب قائلا: لم يقدم المدرب البرازيلي العائد أبل براغا المأمول منه لمصلحة فريق الجزيرة، وبالتالي العنكبوت لم يقدم الأداء الفني الذي يرتقي لحجم هذا الفريق، وشهدنا هبوط مستوى معظم نجوم الفريق بشكل كبير، ومنهم الهداف الخطير علي مبخوت. وفي النهاية ختم مقالته بقوله أن الأندية والمنتخبات الخليجية تستعيد مدربين نجحوا في أعوام سابقة معها طمعا في استعادة الأمجاد من دون قرار مدروس. وفي هذه الأثناء نرحب بكاتب المقالة خلف ملفي. مرحبا زميلي خلف. يا أهلا وسهلا، ياك الله أخي محمد. نعم، بداية، ما الذي ينقص براغا للظهور بالمستوى المطلوب منه مع الجزيرة هذا الموسم؟ والله أعتقد أن المشاكل الفنية كبيرة جدا. يعني مثلا العام الماضي كنا نشوف الفريق مع المدرب جريد، يعني يؤدي أداء سلس، ينقل الكرة بسلاسة، شهد متعة في كرة القدم، شهد أهداف جميلة، ظهور تهديفي من النجوم الكبار في تقدم علي مبخوت. هذا الموسم رغم أنه براغا يعني له تاريخ طويل ومدرب كبير وحقق نجاحات سابقة ويعرف البيئة جيدا، وأتى لإكمال المسيرة بشكل أفضل، وأيضا الإدارة جد يعني أعطت بعض الإيجابيات الأخرى مثل ضم نيفيز ولاعبين آخرين، إلا أنه الفريق لم يتطور. أنا حضرت مباراتهم أمام الوحدة في الدوري، وكان متقدم في الشوط الأول بهدفين، كنا نتوقع أنه يعني يزيد الغلة. الشوط الثاني الفريق تفكك، الوحدة عاد تعادل في آخر دقيقة، ياسر مطر أنقذ بهدف يعني ولا أجمل يمكن نادر التسجيل. واليوم وبعد هذه الفترة كلها نشاهد أمام العين يعني غير قادر على مجاراة العين، غير قادر على العودة، يعني ما شفت هجمة منسقة، ما شفت مثلا نقلات يبون تنم عن مثلا فكر الملعب. وبراغا شاهدت يعني يصرخ كثيرا على البنش يعني ويعصب على اللاعبين الى ان فقد المباراه. فانا اعتقد انه يعني فريق الجزيره الان في المركز العاشر لا يليق اطلاقا بفخر المدرب. الاستعانه بالمدرب السابق الذي يحقق الانجازات دائما تكون تجربه فاشله كما حدث مع براغا حاليا. مو كلها طبعا، ولكن نعم. في كثير من مرات نشاهد انه مثلا يغيب المدرب، ياتي مدرب وينجح مع فريق معين او مع منتخب معين، ومثلا يغيب 4-5 مواسم ثم يعاد لانه فقط حقق نجاحات، لا يعاد لانه مثلا الفريق بحاجته، لا يعاد الى بعض المدربين على فكره يعني ممكن بين سنه او اخرى يختلف فكره، يتغير حتى في طريقه التعامل او كره القدم تتجاوز بمعنى اخر. يعني الان الكره الشامله، الخطوط 4-5-1، 3-5-2 تختلف تماما عن الخطوط السابقه، وبالذات المدرسه البرازيليه. وبالتالي اللي وضح لي ايضا انه براغا يبدو لي انه شاخص تدريبيا، انا من خلال الجولات الماضيه ومن خلال المعطيات حتى على الناحيه البدنيه، الجزيره لم يعد قادرا على الصمود في دقيقه.
المطلوب من براغا في المرحلة المقبلة والمستقبلية؟ أنا أعتقد أنه من شأن إدارة الجزيرة أنه تجلس مع مدرب وتناقشه، هل بالفعل تلمس في النقاش معه أنه قادر على التغيير، هل يعطي مبررات مقنعة لماذا هبوط الفريق اللاعبين، لماذا أيضا لا نشاهد جمل تكتيكية رغم وجود نجوم كبار. وأنا أعتقد أن النجوم أيضا كبار، ليس فقط نجوم بل نجوم قادرين على التغيير وقادرين على إثبات وجودهم، إلا إذا كان هناك جوانب إدارية تخفى علينا كمتابعين ربما. لكنني أجزم أن براغا لها دور، وإذا لم يكن قادرا على إعادة الفريق لوحده الطبيعي فأعتقد أنه من مصلحة الجزيرة أن يبادر بالتغيير. لماذا؟ إذا كان في مدربين يفشلون بسرعة، في مدربين غير قادرين على تقديم الجديد، فإذا كان ثبت من خلال الجولات الماضية من خلال التدريب أيضا حتى أمس أعتقد أيضا تعادل في مباراة مع الوحدة في الدور الخليج العربي ولا لا؟ نعم اللي هو كأس الخليج العربي عفوا كان تعادل يعني إيجابي. في 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 معايير كثيرة واضحة إنه المدرب يبدو لي إنه غير قادر على يعني إثبات كفاءته. نتمنى عودة الجزيرة لمصلحة دوري الكاتب والصحفي السعودي خلف ملفي، شكرا لك على هذه المداخلة. نغلق ملف الصحافة المحلية وننتقل سريعا إلى الصحافة العربية، والبداية مع صحف المملكة العربية السعودية، ونستهلها بجريدة المدرج التي عنونت غلافها الكأس يحرم بعض الناس، في إشارة إلى خسارة الهلال للمرة الرابعة أمام الفرسان في دوري أبطال آسيا. أما جريدة صحيفة الرياضي والتي عنونت فرحة السعوديين، وذلك بعد نقل مباراة فلسطين والسعودية إلى أرض محايدة بقرار من الاتحاد الدولي. صحيفة الأندية عنونت قائلة بيان أهلاوي لا نريد الحكم المحلي في مواجهتنا، أخطاؤكم كارثية، وذلك بالإشارة للموقف الرافض من قبل إدارة الراقي اتجاه لجنة الحكام بعد الأخطاء الكارثية التي تعرض لها الفريق في مواجهته السابقة أمام الشباب. فيما صحيفة النادي عنونت غلافها لهذا اليوم حبل الإقالة يقترب من رقبة بولوني المدير الفني لفريق الاتحاد بعد المستويات غير المقنعة الذي يقدمه الفريق وافتقاره للتكتيك المناسب في جميع المباريات التي لعبها، بالإضافة لسوء اختياره للعناصر الجديرة بتمثيل الفريق. ونختتم جولتنا في الصحافة السعودية مع صحيفة الرياضية والتي عنونت مشكلة النزي مزاجية ومستحقاته مجدولة، حيث ما زال حارس النصر السعودي عبد الله النزي واصل غيابه عن تدريبات الفريق دون ذكر أسباب. نواصل رحلتنا في الصحافة العربية وننتقل هذه المرة إلى الكويت وصحيفة الرأي التي عنونت قائلة الكاراتيه يحرج الأولمبية الكويتية والاتحادات المؤيدة للإيقاف، عندما أعلن أمس الشيخ خالد العبدالله الصباح رئيس الاتحاد الكويتي للكاراتيه أنه يرفض قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف النشاط الرياضي عن البلد. يذكر أن مجلس الأمة الكويتي أكد دعمه للحكومة اتجاه موقفها من اللجنة الأولمبية الدولية. ونواصل في الكويت وننتقل هذه المرة إلى صحيفة شاهد والتي تطرقت إلى انطلاقة الجولة الرابعة من دوري فيفا الكويتي لكرة القدم الذي يشهد مباريات حاسمة الليلة، فعنونت قائلة السالمية يسعى للانفراد بالصدارة وتجنب مفاجآت اليرموك. إلى قطر وصحيفة الراية والتي عنونت الجيش يتفوق على الشارقة في البطولة العربية لكرة السلة في اللقاء الذي شهد إثارة بالغة وانتهى بنتيجة 97 مقابل 90 نقطة. ومن صحيفة اليوم السابع اخترنا لكم الزمالك يستقر في على دبي لإقامة المعسكر الخارجي خلال توقف فترة الدوري القادمة. ننتقل إلى الصحف العالمية والتي تناولت العديد من الأخبار والأحداث، لعل أبرزها لقاءات دوري أبطال أوروبا والتي شهدت هزيمة كبيرة مني بها
الأرسنال أمام البايرن وتأهل سهل لحمل اللقب البرسا للدور القادم بعد إطاحته بباتي بوريسوف البيلاروسي. نشاهد هذه الأخبار ولا نعود. حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا ثأريا على ضيف أرسنال الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري في إطار واحدة من أجمل مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وبهذا الفوز عزز البايرن موقعه في صدارة المجموعة السادسة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن أولمبياكوس اليوناني صاحب المركز الثاني. بأقل مجهود يذكر تغلب برشلونة الإسباني على ضيف باتي بوريسوف البيلاروسي ب3 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو في الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. سجل نيمار جونيور هدفين وسواريز هدف ليرفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط على صدارة المجموعة ويضع قدمه الأولى في دور 16. وفي ثاني لقاءات المجموعة تغلب روما على باير ليفركوزن ب3 أهداف مقابل هدفين. إلى أخبارنا القصيرة في أبرز الصحف الأوروبية، والبداية مع صحيفة أس المدريدية التي اهتمت بقضية اللاعب الفرنسي كريم بنزيما والذي ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه أمس بتهم أخلاقية وتهديدات مارسها ضد زميلته في المنتخب ألبونيا. فعنونت أس قائلة: بنزيما يقضي الليلة في مركز الشرطة. أما صحيفة الماركا والتي سلطت الضوء على نفس القضية فكتبت قائلة: بنزيما إلى السجن والتحقيقات مستمرة. إلى صحافة كاتالونيا وصحيفة السبورت وبالتحديد التي عنونت ميسيان بشارة بالإشارة إلى نيمار وسواريز اللذان يقومان بمجهود خرافي مع البرسا منذ غياب ميسي عن الفريق بداعي الإصابة. فيما صحيفة الموندو ديبورتيفو عنونت في نفس الموضوع فكتبت: سوبر ستار. وننتقل إلى إيطاليا وصحيفة لازيتا ديل سبورت التي عنونت عهد ميلان مع ميهالوفيتش فيلم روما بالإشارة إلى الفوز المستحق الذي حققه ذئاب روما على باير ليفركوزن أمس والذي شهد تألق النجم المصري محمد صلاح الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة. الصحافة الإنجليزية بدورها سلطت الضوء على الحدث الأهم أمس وهو الفوز الصعب الذي حققه تشيلسي على دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل هدف أنقذ فيها ويليان مدربه البرتغالي مورينيو من مقصلة الإقالة. فعنونت صحيفة دولي ميل غلافها: الأمير ويليان بالإشارة إلى الهدف الحاسم والجميل الذي سجله من ضربة حرة مباشرة. ننتقل إلى صحيفة الأكسبريس والتي عنونت: قوة الإرادة جزء من اسم اللاعب البرازيلي ويليان أنقذت مورينيو من الإقالة في النهاية. صحيفة الميرو عنونت قائلة: ويليان فك خوف مورينيو. وتطرقت للحديث أيضا عن خسارة اليانرز القاسية من البايرن بخماسية. ونختتم ردود فعل الصحافة الإنجليزية تجاه الفوز الذي حققه البلوز أمس وصحيفة التلغراف والتي وضعت صورة ويليان على غلافها وكتبت: منقذ مورينيو. ومن الصحافة الورقية أعزائي المشاهدين ننتقل إلى صفحات المواقع الإلكترونية والذي سنأخذكم فيه بجولة سريعة مع أبرز الأخبار، والبداية مع موقع 24 سبورت والتي نقلت خبر انضمام الاتحاد الإماراتي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم وذلك في الاجتماع الذي عقد أمس في قطر وحضره محمد بن هزام الظاهري كممثل عن اتحاد الكرة الإماراتي. أما كرة والتي نقلت عن صحيفة لاجستا ديل سبورت الإيطالية خبر اقتراب نجم نيويورك سيتي
ويوفنتوس السابق من إدران القبيصي مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث تشهد هذه الفترة توقف منافسات الدوري الأمريكي. إلى موقع سوبر، والتي نقلت من على لسان نجم باريس سان جيرمان تصريحه المثير اتجاه إدارة الفريق الملكي ريال مدريد، حيث أكد بأنه خرج من الباب الخلفي من الفريق ولم تتم معاملته بطريقة حسنة. ومن موقع مكتوب الرياضي، والتي كتبت خبرا عن مفاوضات الجارية بين إدارة ريدز ليفربول وأسطورة الفريق السابق ستيفن جيرارد، والذي انتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي لإعادته للفريق أيضا خلال توقف الدوري الأمريكي في الفترة المقبلة. أما من موقع جول، والتي نقلت بدورها تصريح لورا بلان مدرب باريس سان جيرمان بشأن ما دار بينه وبين النجم البرنجي دون رونالدو، مؤكدا لوسائل الإعلام بأنه شخص لا يفضح الأسرار، وذلك ولذلك لن يفضح ما قاله الدون له. إلى موقع يورو سبورت، والتي سلطت الضوء على التصريح الحاد من مدرب المنتخب الويلزي كريس كولمان اتجاه أرسن فينجر بقوله تصريحاتك رخيصة وإصابة بيل لا تاني. وفي آخر محطتنا لهذا اليوم في صفحات المواقع الإلكترونية، اخترنا لكم من موقع وكالة الأنباء رويتر إيقاف رئيس طرابزون سبورت التركي 9 أشهر بعد احتجاز طاقم حكام. وفي التفاصيل ذكر الموقع أن رئيس النادي إبراهيم أوغلو أمر بحجز حكام مباراة فريقه أمام غازي أنتاب بعدما لم يحتسب ركلة جزاء لفريقه. نغلق ملف الصحافة الإلكترونية وننتقل سريعا لمشاهدة أجمل الكاريكاتيرات في المواقع والصحف العالمية، ولا نعود. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة برنامج الصحافة اليوم، على أمل اللقاء بكم بعد غد السبت، فانتظرونا.